تسير الحكومة في كل الاتجاهات بحثاً عن تحصيل مداخل جديدة، فبعد الزيادات التي حملها قانون مالية 2018 والضريبة على الثروة، تعتزم الحكومة إدراج خدمات الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية لاستقطاب كتلة مالية معتبرة من السوق الموازية، خاصة وأن شريحة من أصحاب المال المحسوبين على الإسلاميين ترفض التعامل بالقروض الربوية. فتح المجال أمام البنوك العمومية لتفتح وتعتمد نوافذ إسلامية تسوق للمنتجات الإسلامية، سواء كان ما يتعلق بالإيداع أم كان ما يتعلق بالتمويل، قد يكون له الأثر البالغ في استقطاب الأموال المكتنزة التي تجاوز رقمها 50 مليار دولار، وبالتالي الوصول إلى استقطاب 25% من هذه الأموال خارج المجال المصرفي قد يكون له الأثر البالغ في توفير السيولة اللازمة لمؤسساتنا التمويلية المصرفية. بشكل عام، الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية ستوسع هذا النوع من النشاط، والذي يقدر ب 2% فقط من مجمل المعاملات. الصيرفة الإسلامية في الجزائر ليست حديثة، إنما ترجع إلى بداية التسعينات، وبالتالي تجربتها هي تجربة نوعا ما طويلة في الجزائر، غير أنها لم تعمم بالشكل الذي يسمح بتوسيع دائرة نشاطها وتدخلها في الحياة الاقتصادية. ثم أننا لم نأقلم قوانيننا بما يتوافق مع خصوصية التمويل المصرفي الإسلامي، لذلك الآن إدراج التمويل الإسلامي كجزء لا يتجزأ من البرنامج الحكومي قد يكون له الأثر في توسيع دائرة نشاطها. وفوق كل هذا وذاك، أنه في قانون المالية سيتم اعتماد فكرة الصكوك الإسلامية. إدراج المالية الإسلامية أو ما يسمى بالقروض الحلال سيعود بالفائدة على الحكومة بتوفير السيولة المالية، كما سيضع أصحاب المال من الجزائريين في مأمن مما يتنافى مع الإسلام، كيف لا ودول غربية لها دينها باشرت الخطوة في وقت سابق.